بعد تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية بالمغرب، عادت سيارات الأجرة الكبيرة بالرباط وسلا وغيرها من المدن إلى نقل الأشخاص بكامل طاقتها الاستيعابية. عودة إلى العدد الطبيعي لنقل المواطنين تتطلب رجوعا إلى التعريفة العادية. احنا ما بغيناش نخوف صدامات مع المواطن، لان دابا تعرف بان المحروقات زادت، وحنا ما يمكنش نوقعوا في صدامات مع المواطن، لان دابا كنا كنهزوا 5 البلايص ب 6 درهم، ولكن منين رجعنا كنهزوا 6 البلايص حيدنا درهم باش نديروا داك التوازن ما بين الكليان والسائق، واخا حنا راه متضررين بهذه الزياده ديال المحروقات، لان زياده صاروخيه، والشيفور راه تقريبا النسبه الكبيره اللي كتمشي في المحروقات، داك اللي غيديه هو الشيفور كيديها المحروقات. في تجمعاتهم اليوميه هنا بمحطه سيارات الاجره، لا شغل ولا حديث للسائقين الا عن المنح التصاعدي لاثمنه المحروقات في مقابل استقرار تعريفه نقل المواطنين. حنا ما بغيناش نزيدوا على الزبون، بغينا نخليو العلاقه مزيانه مع الكليان، لان شكون اللي كيركب معنا حنا كتركب معنا واحد الطبقه اللي هي ذوي الدخل المحدود، يعني الناس اللي كيركبوا معنا راه معروفين، يعني عنده صالير ديال 3000 درهم حتى 2500 درهم، الا زدتي عليه غير درهم راه في الشهر زدتي عليه 30 درهم راه زيده فيه. حنا باش نحافظوا على الكليان ونحافظوا على العلاقه مزيانه مع الزبون ما بغيناش نزيدوا، كانوا 5 كنا زايدين درهم، رجعت 6، رجعت الطريفه عاديه. دابا لحد الان حنا كننتظروا من الحكومه بالنسبة لهذا القطاع ديال سيارات الأجرة تشوف فيه بعين الرحمة. ما بين 50 و100 درهم تتراوح الزيادة اليومية في أسعار ملء خزان الوقود بالنسبة لهذا السائق المهني، في حين لا تراوح المداخيل اليومية مكانها. بعد استخلاص التحملات المادية القارة، يجد السائق نفسه مجبرا على تحمل الفارق من هامش ربحه الخاص. لقينا راسنا ولينا كنخدموا على الغازوال، يعني انا الخدمه ديالي اللي كندير، الخدمه ديالي القد ديال اليوم اللي كنت كندير للوليدات ديالي، وليت كنعطيه البومبا، وليت كنعطيه نجيبو نزيدو في المازوت، يعني لقيت مشكل كبير. انا دابا وليت كنعرف راسي، وليت كنخدم على 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 المازوت، يعني كنضرب تماره في الاخر كنجي نعطي المازوت. وأمام الزيادات المتواصلة في أسعار المحروقات، يعول مهني النقل على خطوة تسقيف الأسعار كحل وحيد للخروج من الضائقة وتجنب أي زيادة مستقبلية يكون المواطن ضحيتها الأولى. بالنسبة لنا احنا تسقيف الأسعار بثمن معين حل مناسب، إذا كان مثلا على حساب العدد اللي غيديروه هما شحال، خصنا نعرفوا شنو كاين. تسقيف الأسعار مثلا اللي داروا المازوت بالنسبة لنا احنا ب 9 دراهم ولا 8 دراهم تنظن راه مزيانة، اما الا بقى في 11 درهم 12 درهم راه ما احنا المهني راه هو الخاسر الاكبر في هذا سميتو، هو الخاسر الاكبر، ما غيستافد حتى شي حاجه، غيبقى كما الوضع كما هو عليه. وتلوح المكاتب النقابيه لقطاع سيارات الاجره بصنفيها بمدينتي الرباط وسلا باضراب وطني لثلاثه ايام قابله للتمديد في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.